مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من بنت النيل. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل نساء العالم بخير. يوم 8 مارس من كل عام بيحتفل العالم بيوم المرأة. اليوم العالمي للمرأة كما ذكرت الأمم المتحدة هو فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها عموم النساء وما يطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. عام 2016 موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 2016 حددته الأمم المتحدة الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030، يعني أن بحلول عام 2030 كوكب الأرض يكون يعني نصه للنساء ونصه الآخر للرجال بدون تمييز ما بين المرأة والرجل. بتأتي فكرة هذا الموضوع للتعجيل بجدول أعمال عام 2030 وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية وبخاصة الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا في استوديو بنت النيل لهذا اليوم الأستاذة زينب الوكيل، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو. برحب بحضرتك يا أستاذة زينب. والأستاذة مجدة عبد البديع، عضو الاتحاد النسائي العربي وعضو اتحاد نساء مصر ومسؤول الاتحاد النسائي التقدمي في مصر. برحب بحضرتك يا أستاذة. أهلا بك. مشاهدينا، للتعرف على اليوم العالمي للمرأة والاحتفال بهذه المناسبة كل عام نتابع هذا التقرير. في 8 من شهر مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وذلك تقديرا لدور حواء في مناحي الحياة المختلفة وليس فقط كونها نصف المجتمع. ويرى كثيرون أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس من عام 1954، وأرخ لأول احتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بالرغم من أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، وذلك احتجاجا على الظروف اللا إنسانية والتي أجبرنا على العمل تحت وطأتها آنذاك. ولكن تخصيص يوم 8 من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا في عام 1977 عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو العالم إلى اعتماد يوم يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 من مارس كعيد للمرأة. وتحتفل العديد من دول العالم كروسيا والصين وأوغندا وأوكرانيا باليوم العالمي للمرأة بمنح عطلة رسمية للنساء فقط، ويشهد هذا اليوم بعض التقاليد كأن يقوم الرجال بتكريم أمهاتهم وزوجاتهم وزملائهم وتقديم الزهور والهدايا البسيطة لهن. أما في مصر فهي تحتفل بصفة خاصة بالمرأة في يوم 16 من مارس، حيث تولي المرأة اهتماما خاصا وتنظر إلى تمكين المرأة على أنه عملية شاملة تعتمد مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، وتهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، بالإضافة إلى القضاء على أي صور للتمييز ضدها. وبالرغم من أن الألفية الجديدة شهدت تغيرا كبيرا في الآراء والمواقف والاتجاهات حيث انتشرت فكرة المساواة والتحرر، فيبدو للمرأة أن المرأة حصلت على المساواة الحقيقية مع الرجل، إلا أن الحقيقة هي أن المرأة في العديد من الدول لا تضاهي الرجل في مجال العمل والسياسة والتعليم والصحة، فضلا عن ازدياد عنف الرجل ضدها. مشاهدينا
مشاهدينا الكرام مجددا تحية بحضراتكم وضيفتين في بنت النيل لهذا اليوم، الأستاذة زينب الوكيل والأستاذة مجدة عبد البديع، بجدد التحية بحضراتكم. أستاذة مجدة، بداية يعني أهداف الأمم المتحدة تحقيق المساواة بين الجنسين، وأيضا ده تأييد لإعلان القاهرة الصادر عن جامعة الدول العربية أيضا تحقيق نفس الهدف وهو المساواة بين الجنسين. في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية اللي موجودة في العالم العربي، إلى أي مدى يمكن تحقيق هذه الأهداف؟ الحقيقة الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كان إشكالية في مؤتمر الاتحاد النسائي العربي الأخير الذي عقد بالقاهرة من 24 ل 26 فبراير، وحضرته 10 دول عربية. قبل كده كان بيحضر أكتر من كده 18 مثلا، لكن نتيجة النزاعات والحروب الموجودة في المنطقة العربية كثير من المنظمات والسيدات لم يستطعن أن يحضرنا يعني. لأن يعني أخطر مشكلة بتواجهنا دلوقتي، وده كان على فكرة مشكلة برضو وإحنا بنكتب البيان الختامي. ليه؟ لأن أنت عندك دول منهارة ما فيهاش اصلا، ما فيهاش اي يعني مساواه بين مين ومين، بين مين ومين، فين يعني؟ سوريا، العراق، ليبيا، اليمن. يعني هنا كان الجانب السياسي والحروب والنزاعات طغت على فكره الحقوق والمساواه. فحتى احنا عندنا المفروض انه في وفد يعني هيمثل الاتحاد النسائي العربي اللي احنا اعضاء فيه، اللي هو الاتحاد النسائي التقدمي بحزب التجمع، سأوضح دي، اعضاء مؤسسين في الاتحاد النسائي العربي. في وفد هيسافر الامم المتحده عشان يرفع مطالبنا او رؤيتنا اللي احنا عايزينه او عايزين نحققه في المرحله القادمه كاستراتيجيه. طب انا اقول لحضرتك في حته مهمه عايز اقول ان احنا بنتكلم عن المساواه وبنتكلم عن الحقوق، صحيح ده لازم ندافع عنه ولازم نستمر في كل ظروف مهما كانت، لكن كان في قضيه برزت أكبر من كل ده، وهي المرأة تحت الاحتلال في فلسطين أساسا، دي لوحدها لأن بقالها 60 سنة بتعاني وبتفقد أولادها وصهيونية عالمية وأمريكا وهكذا، ثم نزاعات وحروب إقليمية داخلية. بس يعني كان رأيي وأنا قلت لهم الرسالة دي لازم توصل للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة هي سبب في هذه الحروب وهذه النزاعات، وإن كانت تنفذ هذه السياسات بأيدي تنظيمات إحنا بنقول عليها بنشوفها إرهابية، بنشوفها تنظيمات كذا، لابد من وقف هذه الحروب والنزاعات أولا، ثم تبدأي تتكلمي عن حقوق ومطالب في هذه الدول. ماذا عن الدول الأخرى يا أستاذة مجدة؟ يعني إحنا بنتحدث عن 4 دول عربية هي بالفعل فيها نزاعات كمان. لكن ماذا عن الدول الأخرى؟ فكرة المساواة بين الجنسين ما بين يعني المرأة والرجل في مجتمعات هي بالفعل فيها ثقافة ذكورية. إحنا محتاجين، وده كان أحد المحاور برضو في المؤتمر، تغيير الموروث الثقافي، ده مهم جدا، ولكن نتيجة لأن هذا الموروث الثقافي بيتم تكوينه عبر أجيال، فده بياخد وقت عشان تطوري هذه المفاهيم عند الرجل وعند المرأة. يعني أنا دايما نقول خطابنا مش موجه لا للمرأة فقط ولا للرجل فقط، لأن المجتمع مكون من الاثنين. لازم نغير هذه المفاهيم اللي احنا بنقول عليها بين قوسين متخلفة، من أجل قيام مجتمعات فعلا متقدمة تحترم حقوق المرأة، تحقق المساواة بين الاثنين، لأن مجتمع يقف على ساق واحدة هو مجتمع أعرج، لن يحقق أي أهداف تنمية مستدامة في المرحلة القادمة. نعم. طب أستاذة زينب، يعني ياريت حضرتك تدينا فكرة عن اللجان الوطنية لليونسكو وطبيعة عملها، خاصة أن احنا بنتحدث عن تغيير موروث ثقافي، ومنظمة اليونسكو هي منظمة التربية والعلوم والثقافة. هو الحقيقة حضرتك يعني اللجان الوطنية بموجب الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو هي لجان بتنشأ في الدول كحلقة اتصال ما بين المنظمة الأم ومقرها باريس وما بين الحكومات والمجتمعات في دولهم، بحيث ان لما تيجي حد، طبعا احنا عارفين ان اصلا منظمة اليونسكو هي انشأت، هي احنا بنحتفل السنة دي بمرور 70 سنة على انشائها، انشأت بعد الحرب العالمية الثانية. نعم. وكان هدفها الاساسي هو بناء السلام في عقول البشر، هم قالوا ان ما دامت الحرب تنشا في عقول البشر ففي عقولهم يجب ان نبني حصون السلام.
فمن هنا كانت بداية نشأة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، وبموجب ميثاقها التأسيسي أنشئت في اللجان في كل دول العالم لجان وطنية. اللجان الوطنية طبعا مقسمة زيها زي اليونسكو بتقسمها لمجموعات إقليمية، فإحنا بنتكلم عن لجاننا الوطنية العربية، إحنا لينا محيط إقليمي عربي في المقام الأول، إفريقي إسلامي، فإحنا بنتحرك داخل الثلاث نطاقات ديت. بنحاول إن إحنا في خلال الكلام ده يكون في تشاور دايما ما بين الدول الأعضاء وما بين اللجان الوطنية، بيحصل دايما اجتماعات بتنظمها سواء المنظمة العربية الأليكسو أو المنظمة الإسلامية الإيسيسكو أو اليونسكو، دول كلهم منظمات بتعمل في نفس المجال تربية ثقافة علوم. طب أستاذة زينب، يعني كنا بنتحدث عن الموروث الثقافي، وتغيير الموروث الثقافي زي ما قالت الأستاذة ماجدة بياخد سنوات، لأن هو بيربى على مر أجيال، وبالتالي تغييره برضو بيحتاج إلى أجيال. اليونسكو ماذا أعدت لتغيير هذا الموروث الثقافي في مجتمعاتنا، على الأقل المجتمعات العربية، لتحقيق الهدف المطلوب ل 2030 اللي هو المساواة بين الجنسين؟ هو الحقيقة يعني يمكن اليونسكو دايما بتبقى سابقة بخطوة. نعم. يعني الهدف اللي حطته الأمم المتحدة هو كان هدف وتارجت أساسي من مجالات عمل المنظمة، لأن منظمة اليونسكو أدركت مبكرا أن الموضوع ما هواش عملية مساواة بس ولا مرأة ورجل بس. أدركت اليونسكو أن ثقافة الشعوب بتأثر على تفكير حتى المرأة نفسها. نعم. يعني المرأة نفسها هي بنفسها في بعض المناطق، ومنها طبعا المنطقة العربية بتاعتنا، هي بنفسها مش عارفة حقها، مش عارفة ايه دورها. فقامت اليونسكو هنا بإفراد برامج عديدة للاهتمام بهذا الموضوع، ابتداء من مجالات التربية والتعليم، انتهاء للعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. فمرت بكل برامجها بخطط وأنشطة واستراتيجيات، حثت الدول الأعضاء أصلا على المشاركة في إيداعها، لأن المنظمة هي حصيلة جهد وشغل المنظمة الدول العربية، الدول بصفة عامة الأعضاء. فأنا بحط الأول المدخل بتاعي عشان يرجع لي في صورة برنامج بيصيغ الخبرة علشان يبقى قابل للتنفيذ على الأرض عشان أحقق أهدافي. اليونسكو أدركت، وزي ما العالم كله زي ما احنا نفسنا مدركين جيدا، لان التنميه والتقدم مش هيتم غير بالعنصرين الاثنين. العنصرين الاثنين دول لازم يكونوا عارفين، المراه والرجل لازم يعرفوا ايه اهميه مشاركتهم. فاحنا مش بنقول مساواه، لا، احنا بنقول وعي باهميه ودور كل واحد في المجتمع. لما انا ابتدي الكلام ده من النشأة، من بدايه برامجي التربويه والتعليميه، لان انا احط الكلام ده واتوزعه في عقول شبابنا واطفالنا، فاقول الام الصغيره اللي قبل ما تطلع وتربي جيل وتربي وتبقى هي في البيت بعد كده، هي اللي بتعمل الذكوريه وتغرس في بتمارس أبنها. كل اشكال الذكوريه احنا اللي بنعمله، مش حد تاني. فبالتالي يبقى احنا هنا ده اللي احنا لازم نشتغل عليه ونشتغل عليه بجد. اليونسكو الحقيقه عامله برامج كتيره جدا، احنا كلجنه وطنيه شاركنا مع اليونسكو في جميع الأنشطة اللي ممكن نقول بيها إن إحنا بنشتغل على شغل المرأة المهمشة، على النساء في المناطق النائية، إن إحنا إزاي نوصل لهم بالمفاهيم والوعي بدورها. يعني المرأة ليها أدوار متعددة في المجتمع، لازم تعرف دورها عشان تقدر تمارسه، عشان تقدر تطالب. مش بنقول المساواة بقى بمعنى ان احنا التراجيدي اللي احنا بنشوفه في افلامنا او الكوميدي اللي يحيى المرأة لا يسقط الرجل وكلام، لا، احنا بنقول لهم يا جماعة الموضوع مش كده، مش حرب، ده احنا بنتكامل. بالظبط. نعم. ده تكامل. استاذه اسمحي لي القط الخيط من الاستاذه واقول طب اسمحي لنا استاذه ماجدة، هنخرج لمتابعه الاهداف الانمائيه للامم المتحده واللي حددتها في 17 هدف، نتابعهم في هذا التقرير.